عفاف شعيب تهاجم إلهام شاهين لعيب أحمد محترم وغلبان. إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب حديثي عن المشاهد الساخنة، شاهد ماذا قالت. عبلة كامل تعلق على تصريح إلهام شاهين أنا هعتزل الفن. أحمد زاهر بناتي متربيين وعمرهم ما يعملوا حاجة حرام. أحمد زاهر يثير الهجوم عليه على طريقة يوسف الشريف بعد تصريحاته عن القبلات. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب أحمد زاهر ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أحمد زاهر. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. فايزة هنداوية من حقها عدم تقديمها هو وبناته، وليس الحكم على مقدمها بأنها سيئة جارية. وتقول الناقدة فايزة هنداوية إن هذه التصريحات لمغازلة ونفاق الجمهور الذي يسير ناحية الفكر الوهابي مؤخرا والتشدد نوعا ما، فيحاول بعض الفنانين التقرب من الجمهور بهذه التصريحات، سابقا يوسف الشريف وحاليا أحمد زاهر. وأوضحت هنداوي قائلة إنها ليست وسيلة ذكية أبدا من أحمد زاهر، لأنه سيظهر أحد الأشخاص الأكثر تشددا من زاهر ويقول له إن هناك فنانة معينة كانت كتفها عاريا في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير وذلك حرام، والتمثيل حرام أيضا، وكلمة بحبك في أي فيلم أو مسلسل حرام. ونوهت بأنها منطقة لا يصح المزايدة فيها على زملائه في الوسط الفني، فلو أراد زاهر عدم تقديم مشاهد القبلات والأحضان هو وبناته من حقه الطبيعي ولن يجبرهم أحد، لأن ذلك هو النوع الحالي من الفن الذي يقدم للجمهور الذي يخلو من أي قبلات أو مشاهد ساخنة. نادرا ما يحدث ذلك حاليا، وليس مثل أيام فاتن حمامة أو نور الشريف أو محمود عبد العزيز أو محمود ياسين وغيرهم. فلماذا الجدل في هذا الأمر؟ ولا يصح أن يخرج بهذه التصريحات على الملأ ويستفز البعض بقوله إنها سيئة جارية، لأنه ليس ربنا حتى يقول ذلك. الذين يقدمون هذه المشاهد لا يقومون بعمل تكسبهم حسنات في الدنيا، فالحكم بالسيئة والحسنة الجارية. من المفترض ألا يتحكم أي شخص في هذه الأحكام، فما قاله زاهر عيب. أحمد زاهر يدافع عن ابنته ليلي، لا أنا ولا هي نقدر نخالف قوانين بلدنا. علق الفنان أحمد زاهر على تقرير نشرته مصر اليوم حول مخالفة ابنته ليلي تعليمات المرور بقيادة السيارة دون الحصول على رخصة، وقال لمصر اليوم بنتي بتسوق جوا الكومباوند وبتلف حوالين البيت وما خالفتش أي قوانين مرور، ولا أنا ولا هي نقدر نخالف أي قوانين في بلدنا. ويعرض حاليا لليلي زاهر مسلسل في بيتنا روبوت، ويشارك بطولته الفنان هشام جمال والفنانان شيماء سيف وعمرو وهبة، تأليف أحمد محيي وإخراج وليد الحلفاوي. تدور قصة المسلسل حول شاب يدعى يوسف يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء صناعي، وحينما ينجح في تصنيع نموذجين زومبا ولذيذ سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب. إلهام شاهين ترفض تصريحات أحمد زاهر عن المشاهد الجريئة وتهاجمه بقوة. هاجمت الفنانة إلهام شاهين الفنان أحمد زاهر بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول رفضه تقديم المشاهد الجريئة، وصفة بأنها سيئة جارية في حياة صاحبها. ووجهت كلامها لأحمد زاهر قائلة لو أنت لا تحترم الفن وأهل الفن فمن الأفضل ترك المهنة ولا تكون معهم، وأنا لا أحب من يطلقون آراء دينية داخل الفن، هذا شيء وذلك شيء آخر. وكان الفنان أحمد زاهر قد أثار الجدل مؤخرا بسبب تصريحاته عن المشاهد الساخنة والقبلات، حيث صرح أنا إنسان شرعي ومربي بناتي على خطوط حمراء معينة، فمشاهد البوس والمشاهد الساخنة سيئة جارية وهتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده، وأنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة، وزي ما عملت القيود دي لنفسي بناتي برضو عندهم نفس القيود. على جانب آخر انتهى مؤخرا عرض حكاية حتى من دي ضمن مسلسل زي الأمر بطولة إلهام شاهين وأحمد توفيق وإناس كامل ومؤمن نورة ونهال عنبر وسارة الشامية من تأليف شهيرة سلامة، إنتاج تامر مرسي ومها سليمة وإخراج حسام علي. أسباب رفض أحمد زاهر عمل بناته في الفن وسر التراجع عن القرار. ما بين الرفض ثم الموافقة كانت هناك تصريحات الفنان أحمد زاهر حول رفضه في البداية عمل ابنتيه ليلي وملك في الفن، وأكد أحمد زاهر في وقت سابق رفضه القيام بأي مشاهد في السينما تتعلق بالقبلات مع نجمة أخرى بزعم أن هذا الأمر مثير للغرائز، فضلا عن هذه القبلات
تعد سيئة جارية في حق من يقوم بها وأولاده وأحفاده. وفيما يخص ابنتيه اللتين تعملان في الوسط الفني ملك وليلي، شدد على رفضه قيامهما بأي مشاهد تحوي قبلات في السينما. وتأتي هذه الكلمات عقب عدة تجاوزات حدثت لابنتيه ملك وليلي في مواقف مختلفة، وكان للأخيرة صدى أكبر لعودتها بقوة في مجال العمل التلفزيوني في مسلسل الفتوة. وعاد زاهر ووافق على عمل ابنتيه ليلي في التمثيل بعد إقناع زميله ياسر جلال بأهمية استمرارها نظرا لما تمتلكه من موهبة، إلى جانب إلحاح ليلي على والدها في تواجدها بالوسط الفني ورغبتها في الاستمرار بالتمثيل، ما دعا زاهر للرضوخ لتلك المطالب موافقا على عودتها للعمل من خلال مسلسل الفتوة الذي تم عرضه في رمضان الماضي. وتعرضت بنت زاهر لبعض التجاوزات أدت إلى اتخاذه مواقف معادية لدخولهما الفن وعالم الشهرة، وكانت هذه التجاوزات قد بدأت خلال حضور أحمد زاهر لمهرجان همسة للفنون والأداب في الدورة التي حملت اسم الفنان محمد صبحي. وتعرضت ليلي لموقف محرج من أحد الجماهير، وظهر خلال الفيديو أحمد زاهر وهو غاضب بشدة ويتحدث إلى أحد المعجبين بنبرة صوت حادة وقال: بلاش التلزئ ده يا جماعة، عيب كده، هو لازم أمشي بجردات. بعد وصف القبلات بسيئة الجارية الهام شاهين لأحمد زاهر: لو مش محترم أهل الفن بلاش تبقى معاهم. علقت الفنانة الهام شاهين على تصريحات الفنان أحمد زاهر المثيرة للجدل حول رفضه تقديم المشاهد الجريئة، وصفة بأنها سيئة جارية في حياة صاحبها. وقالت الهام شاهين: إنه يجب عدم خلط الأمور ببعضها، فالدين ليس له علاقة بالفن أو السياسة، مضيفة: لازم تبقى لوحدها ما نخلطش الأمور ببعضها، ومش كل واحد يكلم في شيء مش بتاعه، ولو انت مش محترم الفن واهل الفن بلاش تبقى موجود معهم، ومش بحب اللي بيقولوا اراء دينيه جوا الفن، دي حاجه ودي حاجه، وفقا لما ورد في الوطن. وكان الفنان احمد زاهر قد اثار الجدل مؤخرا بسبب تصريحاته عن المشاهد الساخنه. على جانب اخر، انتهى مؤخرا عرض حكايه حته مني ضمن مسلسل زي القمر بطوله الهام شاهين واحمد وفيق وايناس كامل ومؤمن نور ونهال عنبر وساره الشامي من تاليف شهيره سلام، انتاج تامر مرسي ومها سليمة وإخراج حسام علي. جدل بعض وصف أحمد زاهر لقبلات الأفلام بالسيئة الجارية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب غضب الهام شاهين من الفنان؟ أحمد زاهر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.